هاني قلت لك انا نحكي حاره نهضر، ماناش خايفين، احنا خايفين على البلاد وما عندنا حتى حد فوق المحاسبه، وفي مساله الارهاب بالذات حركه النهضه متضرره اكبر من الضرر. بس في الميكرو بتاعك اكبر فضلك يا سيدة. نعم. يعني واكثر انسان متضرر هي حركه النهضه، هذه فرصه كبيره باش نفركوا الرومانه وباش نعرفوا الحقائق. سيمونجي اسال السؤال التالي، قل له اليوم انهي الكتله اللي قدمت مبادره تشريعيه لاصدار قانون لترتيب عمل لجان تحقيق. طيب يقول لك كنت حركه النهضه، انا نعرفه ديمقراطي وموضوعي، اذا نحن حركه النهضه مقدمين ان بروجي دو لوا، مشروع قانون باش نرتبوا عمل لجان تحقيق. تقول لي علاش؟ نقول لك لانه النظام الداخلي فيه بعض الفصول، النظام الداخلي في هذا فارغ